اهلا بحضراتكم من جديد. انضمت لنا الزميله سالا حامد وفقره اخباريه تطوف فيها العديد من الملاعب والمجالات المختلفه. اهلا بك يا سالا. اهلا بحضرتك طبعا يا استاذ ابراهيم، برحب بيك وبالتاكيد برحب بالباشمهندس عدلي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا ما جاليش فرصه ان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين في الحلقات اللي فاتت. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وكل جماهير النادي الاهلي بخير. وزي ما انت قلت يمكن عندنا النهارده العديد من الاخبار متعلقه بمنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله وبطوله عاصمه مصر، وبرده العديد من الاخبار متعلقه بكل المنتخبات الوطنيه المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه. طيب يلا اتفضل، احنا معاك اهو، قول لنا اهو مع بعض. يمكن طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده، والبدايه هتكون مع بطوله عاصمه مصر او كاس عاصمه مصر. يمكن طبعا على بركه الله منتخب مصر هيبدا مشواره في البطوله الدوليه الوديه غدا بمواجهه منتخب نيوزيلندا في اول ظهور للفراعنه تحت قياده المدير الفني حسام حسن. النهارده كان الاجتماع الفني لمباراه منتخب مصر ونيوزيلندا المقرر لها بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 مساء، واللي طبعا هتقام باستاد مصر بالعاصمه الاداريه الجديده في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم كمان منتخبات العديد من المنتخبات زي كرواتيا وتونس. والاجتماع أصفر على ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت وطبعا الجورب الأسود، وبينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل. وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر، وكمان مينا سامح إداري المنتخب طبعا الوطني، وحمادة زاهر مدير التصوير باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات. طبعا خليني يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي قبل ما طبعا استكمل بقيه اخبارنا النهارده، خليني اسالكم، يمكن شايفين طبعا ازاي البطوله دي بطوله عاصمه مصر وطبعا ظهور منتخبنا الوطني منذ تولي كابتن حسام حسن يعني الاداره او القياده الفنيه، فشايفين طبعا ان شاء الله المنتخب يمكن يظهر ازاي، ورايكم طبعا في البطوله دي بتقام على ارض مصر. اتفضل يا باشمهندس. اولا أنا مبسوط بالدورة دي، دورة محترمة فيها فرق تقيلة كويسة، نحب نلتقي بالمستوى ده. اتنين، فكرة إن تستضيفها العاصمة الإدارية ويطلق عليها اسمها في أول احتكاك حقيقي مهم لملاعب على أعلى مستوى بنوريها للعالم كله من خلال البطولة دي، إن عندنا إمكانات. لأ تقدر، إحنا داخلين على القدرة على تنظيم دورات أولمبية وعالمية بإذن الله، الناس تشوف منشآت على أعلى مستوى. المهم بقى نشوف كمان مستوى فني يليق بالحدث ده. الثلاث فرق اللي موجودين فرق تقيلة نقدر نقيس نفسنا عليها بكل صراحة. اختبار يعني مش عايزين برضو يبقى هو ده اللي بنحكم بيه، يعني اذا باذن الله ربنا وفقنا هنقول بشرة خير وننطلق في التفاؤل، لا قدر الله وحصل حاجه ندي فرص. دي اول تجربه لجهاز فني جديد، مش عايزين الناس كلها تبقى متربصه بما يحدث، يعني محدش خالص هيتفق بشكل جماعي على اي اختيارات للمنتخب. عايزين ننحي انفسنا عن اختيارات المنتخب دلوقتي، مش كل واحد نفسه يلاقي لعيب ما لقاهوش يزعل، او كل واحد يفسر تكدس لعيبه من نادي واحد ان لا ده ضد النادي، لو الناس اختارت نزعل، لو الناس ما اختارتش بنزعل. احنا عايزين ندي الفرصه ونترقب، لان ده مؤكد جهاز فني عايز ينجح وله رؤية في كل اختياراته. سالة، هي يعني إقامة البطولة في العاصمة الإدارية فجأة بعد ما تعذر إقامتها في دبي، حطينا كلنا بالذات اللجنة المنظمة المشرفة على البطولة تحت ضغط شديد. البطولة في شهر رمضان والحضور الجماهيري في رمضان ما هوش أحسن حاجة، عشان كده البطولة في مكان بعيد شوية بالنسبة للعاصمة الإدارية مش مألوف للجماهير. اللجنة المنظمة بتوفر مواصلات عامه من الميادين لنقل الجماهير، اتمنى انه يبقى في تسهيلات اكتر وتبقى مستمره، اتمنى ان الجمهور كمان يقدر يروح يقضي امسيه رمضانيه مش بس تذكره مصر، لانه خدي بالك احنا يعني مصر هتلعب مع نيوزيلندا، تونس هتلعب مع كرواتيا، اتمنى انه التذاكر مبدئيا واضح ان سعرها حتى رمزي
بس المفروض يشمل بقيه المباريات علشان لا يبدو الاستاد الكبير 99,000 متفرج، استاد حتى الان هو الاعلى في الشرق الاوسط، ما يبقاش في شويه جماهير موجوده في مباريات مصر المباراتين سواء الاولى او المباراه اللي نتمنى ان هي تكون الختاميه والفاينل يوم 9 يوم 26 ان شاء الله، لا تكون التيكت موحده لكل المباريات ويكون فرص نقل الجماهير للملاعب ميسره بشكل كويس. استاذ ابراهيم بيحضرني تجربه افتتاح استاد القاهره برضه كان وقتها بعيد وكان المواصلات ما بتوصلش، فكان بتصير اتوبيسات خاصه عشان تودي الناس. اسلوبنا في حشد الجماهير محتاج نوع من الدعم، احنا كنا بنشوفه باستمرار فئات معينه كانت بتروح عشان تشغل حيز من المساحات الشاغره. سهره رمضانيه جميله جدا، رمضان مشهور بالدورات الرمضانيه ومشهور بان الاقبال على الدورات الرمضانيه كان كبير جدا. مش عايزين المسلسلات تاخدنا ومش عايزين اي حاجه تانية تاخدنا من ان احنا يا جماعه تعالوا نروح، هتبقى سهره لذيذه في مكان جميل حتى من باب انكم تشوفوا بلدكم والاماكن الجديده والتطور اللي بيحصل فيها. هذه دعوه يا رب كلنا نحرص على تبقى سهره عائليه، كل واحد ياخد عيلته ويروح يسهر سهره جميله في العاصمه الاداريه. يا رب ان شاء الله، واتمنى فعلا يكون في حضور جماهيري مكثف في يعني كل المباريات مش بس مباراه مصر بكره ان شاء الله، مباراه الافتتاحيه ان شاء الله. خلينا طبعا نستكمل اخبارنا، ويمكن طبعا بقيه المنتخبات المشاركه في بطوله عاصمه مصر، يمكن كمان اختتم منتخب نيوزيلندا استعداداته لمواجهه نظيره المصري المقرر لها طبعا غدا، وانتهى المنتخب نيوزيلندا من المران في ظهر اليوم بمشاركه كل لاعبي القائمه، وكمان في ظل الاهتمام العالمي للبطولة بعد أن اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال فترة من 18 حتى يوم 26 مارس الجاري. ويمكن كمان حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب إجراء حوار مع كابتن أحمد حجازي طبعا مدافع المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي طبعا تبدأ غدا، يمكن طبعا البداية والانطلاق بالنسبة للبطولة هتبقى غدا إن شاء الله وتستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري، وسيجري الفيفا حوارا مع حجازي طبعا كونه قائد وكابتن طبعا المنتخب الوطني في تلك البطولة والأكثر مشاركة في البطولات الودية. أنا بس عايز أتوقف فينا لحظة طبعا كابتن، إن اختيار أو وضع هذه الدورة ضمن الأجندة بتاعة المباريات الودية التي يعتمدها الفيفا، ده معنى كده انها باذن الله هتتثبت ولا ايه يا ابراهيم؟ لا، هي مبدئيا الاجنده الدوليه الحاليه بتاعت مارس كل المنتخبات في كل الدول بتلعب ماتشات. الفيفا عمل حاجه جديده اسمها سلسله الفيفا، وهي انه الفيفا سيريس اي بطوله تتلعب فيها اكتر من قارتين يعني منتخبات من قارتين بيعتبرها جزء من سلسله الفيفا او الدورات الوديه اللي بتقام خلال الاجندات بتاعته. اعتمد بطوله في الجزائر واعتمد بطوله في السعوديه، ولما بعتنا له مواصفات البطولة المصرية اعتمدها. دي بتدي ثقل خاص وبتدعم برضو فكرة أهمية البطولة دي. بالظبط، تأكيد. كان طبعا كمان خلينا يعني نستكمل اخبارنا، ويمكن كمان منتخب الكرواتي وصل للقاهره النهارده العصر يعني حيث يخوض مواجهته الاولى في بطوله امام نظيره التونسي في العاشره مساء طبعا من يوم السبت المقبل باستاد القاهره الدولي. ووصل منتخب كرواتيا بالكامل قائمته الاساسيه وعلى راسها طبعا النجم الكبير لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الاسباني، ويخوض المنتخب الكرواتي تدريبه الاول اليوم الخميس بالمدينه الرياضيه في العاصمه الإدارية الجديدة استعدادا لخوض منافسات بطولة عاصمة مصر. ويمكن كمان يعني هيتم فتح تدريبات المنتخب الكرواتي اليوم للتغطية الإعلامية لمدة ربع ساعة أو 15 دقيقة. كمان يعني اكتمل عقد بعثة المنتخب التونسي قبل يعني ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام يعني بداية طبعا من بكرة زي ما قلنا، ويمكن يعني تستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الحالي. ووصل يعني اللاعب الياس سعد يعني لمقر اقامه منتخب تونس ذلك بعد ان اكمل علاجه في المانيا، وسوف ينتظم في المران الاخير مساء اليوم. ويمكن خلينا بقى نروح طبعا من اخبار كره القدم يعني وبطوله يعني كأس. احنا مش لازم
نتوقف عند لوكا مودريتش. انا كنت لسه هرجع لان لوكا يعني فرصه، انت جاي لك احسن لاعب في كاس العالم من الاسبق مش كده في روسيا، احسن لاعب في العالم تم اختياره، فانت جاي تتفرج على فريق تقيل، فريق تونس لا ده احنا اخر لقاء خسرانين منه 3 مع فيتوريا، فاحنا يا جماعه صدقوني هتشوفوا دوره قويه جدا. ما هي بطوله مش سهله طبعا، يمكن بالاخص بسبب مشاركه يعني منتخبات قويه زي نيوزيلندا وطبعا كرواتيا، يمكن يعني مليانه او فيها العديد من النجوم زي ما حضرتك قلت يا شوان سعدلي، ففعلا يعني يا ريت ان شاء الله يبقى في حضور جماهيري مكثف عشان كمان يتفرجوا، يمكن مش عشان بس خاطر دعم المنتخبنا الوطني، كمان عشان يتفرجوا يعني على المباريات القويه مع المنتخبات القويه، وان شاء الله يبقى منهم منتخبنا الوطني هو اللي هيوصل للمباراه النهائيه باذن الله. كان طبعا من اخبار كره القدم وبطوله كاس العاصمه عاصمه مصر، نروح بقى نشوف اخر اخبار يعني بعثه منتخبنا الوطني او العديد من المنتخبات الوطنيه في دوره الالعاب الافريقيه، واللي ابطالنا وبطلاتنا محققين فيها ارقام مميزه ومتصدرين ترتيب الميداليات حتى الان. يمكن النهارده يعني تمكنت ميرنا رفعت وساندرا سمير من تحقيق الفوز في المباراه النهائية على بطلتي كينيا بنتيجة 2-1، وكمان يعني لميس الحسين نجحت في ان هي النهاردة تحقق ميدالية فضية بمنافسات فردي للسيدات عقب الوصول للنهائي والخسارة من بطولة كينيا او بطلة كينيا عفوا انجيلا اوتكي، يمكن طبعا بنتيجة 2-0، وفي الوقت اللي نجح فيه منتخبنا الوطني لكرة الطائرة سيدات في التأهل للنصف النهائي من دورة الألعاب الأفريقية، جاء بعد ذلك طبعا يعني يمكن او تاهلوا للمباراه النهائيه بعد ما فازوا في او يعني تاهلوا لمباراه السيمي فاينل بعد ما فازوا في الربع النهائي على منتخب نيجيريا بنتيجه 3-0. يمكن طبعا نتائج الاشواط كالاتي، كانت اول شوط طبعا انتهى لصالح منتخبنا الوطني 25-23، وثاني شوط كان 25-15، وثالث شوط كان 25-13، مقرر يعني انه يواجه الفراعنه في الدور النصف النهائي نظيره منتخب كينيا، واللي تخطى كمان دوره يعني في الدور الربع النهائي منتخب جامبيا بنتيجه 3-0، كمان 3 اشواط مقابل لا شيء بالتاكيد لصالح منتخب كينيا. طبعا خليني قبل يا شوان سعدلي واستاذ ابراهيم استكمل طبعا اخبار، يمكن شايفين ما شاء الله يمكن من اول او من بدايه البطوله دوره الالعاب الافريقيه المقامه طبعا في غانا، شايفين ما شاء الله يمكن طبعا كل المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب محققين ارقام كبيره جدا حتى الان. يعني استاذ ابراهيم انا شايف البطولة دي غير مسبوقة، من مرشحة انها تكون صاحبة الرقم القياسي طبعا في عدد الميداليات اولا الكلي والذهبية بالذات، يعني نتائج تكاد تكون مبهرة جدا، بعضها ما كانش يعني فوق التوقع، لكن انا عايز اقول ان البنات عشان طلعوا تاني مشوارهم للنهائي بقى صعب بالزبط. الحمد لله ان هم تخطوا نيجيريا، لكن وقعوا في كينيا. كينيا المنافس التقليدي هي والجزائر ثم تونس على صدارة اللعبة في افريقيا. نتمنى طبعا لو فزنا على كينيا اقدر اقول لك بنسبة كبيرة منتخب البنات ياخد الذهب برضه يا رب ان شاء الله. الحقيقة الدورة دي قيمتها وقوتها جايه سلم من ان احنا اسندت الينا تنظيم بطوله او دوره 2027 الالعاب الافريقيه 2027. الالعاب الافريقيه دوره مصر كان ليها دور كبير جدا في نشاتها واحتضانها وقوتها. اخر مره نظمناها في بطوله الدوره الخامسه كانت في 91، فاحنا فات علينا فتره طويله قوي ما نظمناش الالعاب الافريقيه. ان احنا نرجع ناخد الدوره الحاليه او الدرع العام للدوره الحاليه بالتسيد الكبير ده، ده بيقدمنا لبطوله او لدوره 27 واحنا في قوتنا وفي عنفواننا. لكن اعتقد المهم جدا ان هي تكون مؤشر حقيقي للتقدم اللي حاصل في الالعاب الفرديه على وجه الخصوص. الكلمه دي مهمه جدا بالذات الكلمه دي، بس دي بس دي بس المهمة. هقول لك ليه، هقول لك اهميتها ايه. انا عايز حد يحلل بعد البطوله دي حجم المنافسه، هل كل المنتخبات الافريقيه دخلت بكامل قوتها ولا البعض من النجوم كانوا في
يعني منافسات اخرى او احداث اخرى وما جوش. يعني انا اعلم ان في ابطال عالميين في السباحه في تونس. اي ما سمعتش عنهم. لكن في 27 وانت محقق المنظر ده، انا متاكد ان كل الفرق هتجي لك في عقر دارك بقى، وهي جايه بقى. فارجو التحليل يكون مهم جدا ومؤشر حقيقي على مدى تطور الرياضه المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا خلينا نستكمل ايضا يعني النتائج واللي حققه جميع المنتخبات الوطنيه في البطوله. يمكن كمان حقق المنتخب المصري للهوكي الفوز على نظيره منتخب غانا بهدف نظيف في ختام دور المجموعات من دوره الالعاب الافريقيه والمقامه طبعا حاليا بمدينه اكارا الغينيه في غينيا، وتستمر حتى طبعا يوم 24 من شهر مارس الحالي بهذه النتيجه لصدر منتخبنا الوطني منتخب مصر للرجال الهوكي دور المجموعات بعد تحقيق 3 انتصارات، حيث فاز كمان على نيجيريا بنتيجة 5-4، وكمان فاز على كينيا بنتيجة 3-2. ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني للهوكي مع نظيره منتخب غانا في دور النهائي، وهيشارك طبعا كمان أو بيشارك 4 منتخبات فقط في منافسات الهوكي، وهم مصر ونيجيريا كينيا طبعا إلى جانب يعني البلد المستضافة للبطولة غانا، وذلك بعد انسحاب جنوب إفريقيا. كان نفسي جنوب افريقيا تكون موجوده. لانها يعني هي البطل وهي المنافس المباشر لينا. لكن برضو الفرق اللي غلبناها دي لا فرق عتويله يعني فنيا فرق قويه في الالعاب دي بالفعل. كان كمان من غانا بقى لشرم الشيخ، ويمكن طبعا يمكن حاليا يا باشمهندس عادلي واستاذ ابراهيم يمكن في برضه بطوله بتقام بطوله بارالمبيه لرفع الاثقال في شرم الشيخ، وبرضه محققين فيها انجازات كبيره جدا. يمكن كمان يمكن في شرم الشيخ حيث احرز البطل البارالمبي شريفه عثمان لقب منتخب او لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال الميداليه البرونزيه في منافسات وزن ال 65 كيلو جرام خلال منافسات اليوم، والثاني من البطوله كاس العالم لرفع الاثقال البارالمبي التي استضيفها شرم الشيخ خلال يعني فتره من 20 ل 25 شهر مارس الجاري، وتقام تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد فود محافظ جنوب سيناء. وكمان يمكن توج عثمان يمكن بعد او من الاصابه قويه بالميداليه البرونزيه بعد رفع الثقل قدره 188 كيلو جرام، وليضيف الميداليه اللي تمنى لمنتخبنا الوطني في البطوله بواقع ميداليه ذهبيه و5 فضيات وميداليتين برونزيتين. يمكن طبعا يمكن خليني بس او يعني اقف طبعا عند الخبر ده قبل ما نروح بقى لاخبار النادي الاهلي. يمكن الحقيقه خلينا اسال احيي شريف عثمان. شريف عثمان بطل بارالمبي، واحد من ايقونات رفع الاثقال في الحركه البارالمبيه المصريه. انا رصدهم تقريبا من دوره اطلانتا 96. شريف بدا بعد كده يمكن متولي مطحنه، خد فتره طويله بطل، كان في كل دوره اولمبيه تقريبا ما بيرجعش باقل من 3 ميداليات ذهب. الدوره ديت بقالنا شريف عثمان بقاله 3 دورات اولمبيه الحقيقه هو المتسيد عرش رفع الاثقال البارالمبي. انه يستمر طوال هذه الدورات والنهارده بيحقق كمان ميداليه، اعتقد ده تاكيد على انه مستمر وانه جاهز للدوره بتاعه باريس. كمان بحيي اللجنه البارالمبيه المصريه لان هي كرمت فاطمه عمر ان بيعتبروها واحده من ايقونات الحركه البارالمبيه المصريه في تاريخها، صائده كل الميداليات. عايزين نحيي أبطالنا اللي بيتحدوا كل الظروف وكل الصعوبات وبيواصلوا مسيراتهم في خلال 3-4 دورات أولمبية، وده أمر مش سهل. يعني التفوق المستدام ده مسألة مش سهلة أبدا، خاصة لذوي الإعاقات واللي بيتحدوا هذه الظروف الصعبة. وانت بتحيي أبطالنا دول الذين يستحقون التحية، في مؤشر مش عاجبني. في تراجع. احنا كنا بننافس على سيادة البطولات البارالمبية على مستوى العالم، خصوصا بطولات العالم. كان عندنا أبطال بياخدوا زي ما انت قلت ميداليات ذهبية. النتائج اللي بنحققها لحد دلوقتي ما هياش اللي احنا متعودين عليها، أقل شوية. عايزين نشوف أبطال جدد، عايزين نشوف حاجات زي اللي حصلت ونزود عليها. لكن مؤكد ان بطل من 96 ولا انت شوف بتقول من امتى بيلعب؟ بدأ من 2000 لازم يتحط على الراس. وفاطمه عمر تكرم، تكرم
جدا مش عارفين نكررها تاني ازاي، ومطحنه هنجيب تاني زي غيره. عايزين نشوف ابطال يدونا نفس الفرحه. احنا كنا بنفرح بيهم جدا، وكنا بنشوفهم بيحققوا البطولات بعزيمه ملهمه يعني. كده طبعا عايز اسال حضرتك سؤال يا باشمهندس عادل، يمكن شايف ايه السبب اللي ممكن يكون بيخلي ابطالنا دلوقتي مش بيقدموا نفس الاداء او بيحققوا نفس النتائج اللي متعودين عليها من زمان؟ انا ليا راي. القاعده بتاعت بطوله الابطال البارالمبيين مش واسعه. اوكي. انت بتختاري عن فئات محدده عشان تلاقي بطل مش تملي يكون متاح في التوقيت ده، لكن بشيء من العزيمه ونشر اللعبه اكتر ومزيد من ان ابطالنا القدام دول ياخدوا بايد الجداد، والاتحاد برضو مع الجهات المسؤوله يعني شايفين اهتمام الدوله بهذه الفئات عامل ازاي. لا انا اعتقد ان ممكن نلاقي ابطال قادمين باذن الله. الجزئيه دي مهمه جدا، جزئيه الرعايه بالذات في الانديه الشعبيه، وانا عارف ان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه قدم طلب للنادي الاهلي لمحاوله ادخال النادي الاهلي في برنامج رعايه الابطال البارالمبيين في بعض الالعاب. الاهلي عنده برنامج لرعايه ذوي الهمم ودول الاعاقات الذهنيه، انما الاعاقات الحركيه اللي هي داخله ضمن اللجنه البارالمبيه اعتقد انه لو دخلت الانديه الشعبيه بجماهيريتها وباعلامها وبنظامها في رعايه هؤلاء الابطال، دي رساله مجتمعيه انسانيه راقيه جدا وهتفرق جامد. ليه؟ لانه بس يا استاذ ابراهيم اللجنه البارالمبيه بتتعب علشان تنقب على الولاد اللي موجودين في الاقاليم اللي عندهم ظروف تسمح لهم ان هم يخشوا في الحركه البارالمبيه. لما تدخل انديه شعبيه كبيره في حجم وقيمه النادي الاهلي وبقيه الانديه الجماهيريه اعتقد هيبقى جاذب ليهم كويس. هيبقى جاذب، لكن انا بقول اللي هيخوف الانديه الشعبيه ان عندها حمل شديد جدا في رعايه الالعاب المختلفه. على بقى الوزاره؟ لا أيوة. مش الوزاره بس. مطلوب حاجتين في هذا الامر. اولا الجهات المسؤوله تدعم ايوه بالامكانات، تدعم بالادوات، تدعم بالملاعب المتخصصه، تدعم بالمدربين، طبعا بالنواحي الماديه تدعم، وفي نفس الوقت ان الرعاه بتوعنا يشوفوا يبقوا شايفين اهميه مساعدة الابطال دول. لانها هي في الاخر ميداليات بتتحقق باسم مصر. صح. فلا تقل اهميه عن اي ميداليه اخرى يتم تحقيقها. كان طبعا بقى خلينا نروح يعني من طبعا الاخبار المتعلقه بجميع المنتخبات الوطنيه سواء في بطوله عاصمه مصر او دوله الالعاب الافريقيه، نروح للحدث المنتظر وهي طبعا مباراه الاهلي امام سيمبا التنزاني. يمكن طبعا كلنا عارفين مدى اهميه المباراه دي بالنسبه لنادي الاهلي وجماهيره في يعني البطولته اكيد المفضله وهي دوري ابطال افريقيا. يمكن اعلن كمان نادي سيمبا التنزاني طرح التذاكر مباراه الاهلي المقرر لها يوم الجمعه 29 من شهر مارس الحالي ضمن مباريات الذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب يعني الساعة 8 يوم 29 من شهر مارس بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 إبريل المقبل في 10 مساء باستاد القاهرة. وكمان يمكن حرص عدد او يعني العديد من المشجعين بنادي سيمبا التنزاني وذلك بعض مسؤولين النادي على تحفيز الجماهير من اجل الحضور بكثافه في مباراه الفريق امام نادي الاهلي في ذهاب من دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. وكمان اجتمع يعني سماجي احمد علي المتحدث الرسمي طبعا باسم نادي سيمبا التنزاني مع عدد من قاده التشجيع وجماهير نادي سيمبا التنزاني للتأكيد على أهمية الحضور بكثافة في تلك المباراة الهامة بالنسبة لفريق نادي سيمبا التنزاني.
كمان في ضوء القرار يمكن طبعا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 765 لسنة 2024، أعلنت وزارة الشباب والرياضة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي الدولي. نص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من محافظ القاهرة بصفته ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته والدكتور أشرف السيد العربي رئيس معهد التخطيط والاستاد والأستاذ علي السيسي مساعد وزير المالية والدكتور أسامة عبد المنعم صالح وزير الاستثمار الأسبق والدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم طبعا أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة. اسمح لي أرجع في الأشباك. أكيد طبعا. مباراة سيمبا. أكيد. مباراة مهمة طبعا. مباراة سيمبا الصعوبة بتتصاعد. سيمبا اللي قابلناه من حوالي 8 سنين كل سنة بنشوف نسخة أقوى. سيمبا هو صاحب الشعبية الأولى في تنزانيا. والجمهور التنزاني محموم بكرة القدم. فهو من الفرق أو الجماهير المتعلقة جدا بالمنتخبات وسيمبا تحديدا. المباراة بتلقى أهمية شديدة جدا، والخبر اللي حضرتك قريتيه الاجتماعات المتتالية مع روابط المشجعين وقادة المشجعين بيقول حجم الحشد المتوقع وحجم الحماسة اللي هتكون في المدرجات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان إحنا كمان حظنا بقى في سان داونز وضيف سيمبا دلوقتي. دايما الاثنين دول في طريقنا. فعاملة نوع من الدربيات. هتتحول إلى نوع من الحساسيات. الحمد لله لحد دلوقتي إحنا عارفين نتجاوز العقبة بتاعت سيمبا، لكن باستمرار بصعوبة. نتمنى التوفيق هذه المرة. وبنقول لجماهيرنا على نفس القدر من الاهتمام في مباراة الذهاب اللي تنزانيا بتوره لنا يكون الاهتمام في مباراة العودة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كان طبعا من الأخبار المحلية كمان نروح لبعض الأخبار العالمية. يمكن أعلن منتخب إنجلترا مساء اليوم الخميس يعني مغادرة بوكايو ساكا لمعسكر الأسود الثلاثة والعودة طبعا لفريقه أرسنال. وذكر الموقع الرسمي لمنتخب إنجلترا أن ساكا طبعا غادر المعسكر بسبب الإصابة ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات، وأضاف يعني أنه عاد لناديه أرسنال لمواصلة عملية التأهيل ولم يتم التخطيط لاختيار بديل له. ويمكن طبعا حيث يواصل منتخب انجلترا المكون من 25 لاعبا استعدادا للمباريات الدوليه والوديه المقبله مع البرازيل بلجيكا، وده طبعا هيقام يومي السبت والثلاثاء المقبلين. ومن انجلترا لفرنسا، ويمكن طبعا تاكد رحيل المدير الفني الفرنسي رينارد عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات لكره القدم بعد نهايه اولمبياد باريس 2024 والمنتظره طبعا في اغسطس المقبل. واكد طبعا فيليب رئيس الاتحاد الفرنسي ان رينارد طبعا المدير الفني يرغب في الرحيل بعد طبعا انتهاء عقده الذي سينتهي في نهايه شهر اغسطس، مشددا على انه لا يعلم يعني هل سيبقى أو لا في تلك المدة. وشدد رئيس الاتحاد الفرنسي على أن رينارد لا يرغب في الاستكمال مشواره مع منتخب فرنسا لكرة القدم سيدات بعد نهاية الأولمبياد. وطبعا كان رينارد قد تولى تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم سيدات في عام 2023 قبل كأس العالم وعقب رحيله عن الأخضر السعودي، ولم يكن يعني طبعا يوفق أو موفق في تلك التجربة حتى الآن، حيث ودع طبعا كأس العالم مبكرا وخسر لقب الدوري أمم الأوروبية وتأهل منتخب السيدات فرنسا لأولمبياد باريس. وكمان ده مش بصفته فائزا طبعا بالبطولة ولكن بصفته صاحب الأرض. يمكن دي طبعا في رينارد أستاذ إبراهيم. كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا يا سالة. ميرسي جدا طبعا يا أستاذ إبراهيم. حضرتك عايز تقول حاجة صح؟ لا أنا شايف واحد من أهم المدربين على الساحة الإفريقية والدولية يمكن زي برونو ميتسو
يعني في مدربين كده حطوا نفسهم في حته، ولكن مساله انه راح يدرب فريق الانسات واضح انه ما لقاش نفسه هناك. كان طبعا بشكر حضرتك جدا باشمهندس علي، وبشكرك طبعا يا استاذ ابراهيم، وبالتوفيق ان شاء الله. يعني منتخب مصر بكره، يعني يمكن انا من الناس اللي متحمسه جدا ان شاء الله، يعني هحاول اروح للعاصمه الاداريه عشان طبعا اتفرج على كل المباريات دي. بالتوفيق اليوم طبعا، وبالتوفيق طبعا لنادينا النادي الاهلي في مباراته القادمه. ميرسي جدا ليك. شكرا جزيلا.